اخترنا انتخبنا فرعاوية احنا معا. براس مدحي احنا معاه على قلوبنا مغلى براس مدحي احنا معاه. وعيلي وحدة وأهلية عيلتنا كرعاوية وعيلي وحدة وأهلية. يا رب يا رب في راس مدح بينا حبي. يا رب في راس مدح بينا حبي. فينا همي ومع في راس بالدم. يا رب يا رب في راس مدح بينا حبي. يا رب في راس مدح بينا حبي. مستقبلنا عيلي وحدي بلدنا في راس مستقبلنا. كرعاوي عراسة لا في راس الرئاسة. كرعاوي عراسة لا في راس الرئاسة. هو
مفيش حدا احسن من حدا الا بعمله. ومن هون اخواني انا طبعا بنساش انه اشكر رئيس المجلس المحلي لانه شكرنا هو لازم نسده. تعبنا حصه الجوله الاولى الاخ فراس بدحي اجانا مشان نفاوضنا، ما كناش نفاوضه، قلنا له الطريق خضراء روح خلص حالك، احنا بدناش ولا شيء منك. اللي بيكون ان احنا نقسم عقار مشان ناخذ قائم وغير قائم هو مردود عليه. احنا برضو بنعرف نشتغل وبنعرف نعمل مشاريع ونجيب ميزانيات على كفر قرع مش محصوره عنده. احنا اللي جبنا المواصلات على كفر قرع، احنا اللي جبنا الميزانيه مدخل كفر قرع مش هو. فراس بدحي، انا للاسف الشديد في ناس كثير ذكروا هون على المنصه ابن عيل صغيري وابن عيل كبيري، اكبر عيله بكفر قرع هي عيله فراس بدحي. ما بدي اجيب سيره الطرف الثاني، الله يسامحهم، هون الناس جايين برغبة، كلياتنا جايين برغبة نصوت لا كفر قرع. ما معناته عدونا؟ هي هاي الانتخابات؟ هيك الانتخابات؟ يا جماعة الخير، يعني الكل بيعرف هون حتى في الحروبات بين الدول في هناك أسلحة محرمة دوليا، فالمفروض برضو بين أبناء البلد يبقى هناك كلمات محرمة أخلاقيا. اخوان للتذكير بس للي ذاكرته قصيره زيي، بال 2013 مش زمان ابو سليمان، 2013 كل المرشحين اتجمعوا في المعسكر الاخر، ونفس الاتفاقيات اللي عقدت اليوم عقدت قبل 5 سنين، اتفاقيات واحد على واحد زي ما تفضل اخونا باسم، هاي اتفاقيات ائتلافيه اللي من دونها ممنوع، هاي اتفاقيات قانونية اللي المفروض انها تنعمل قبل الانتخابات. الاتفاقية هاي بتنعرض على وزارة الداخلية. بدنا نعمر المستقبل وبكرة يكون الأجمل، بدنا نعمر المستقبل لبكرة يكون الأجمل. بدها همة قوية، كفر قارع مضوية بدها همة.